طيب، السلام عليكم يا طلاب حيث الوسط، والشكر لجماعة أنصار السنة المحمدية أو من قوسين السلف. طيب، أنا طولت شديد من الداخلية وحاد سلف حيوني عن مصطلح الجغم. يعني شنو أنا مزور أقول لك أجغم؟ يعني هو ما جغم ده، شنو ده؟ لا انا بتيخه، انت بتفكر انا بتيخه يجغمني؟ طيب، اصار رسول الله اسبوق شنو؟ طيب، المتدرج السلفي الدعوي. طيب، انا بالنسبه لي القضيه بتاعت الصوفيه اللي هاجروا الولايات المتحده الامريكيه هي قضيه ما بتعني احنا كشعب السوداني بالمناسبه، ما بتعنينا باعتبار الازمات الموجوده في الدوله دي او في الوطن ده، هي متجاوزه السلف ومتجاوزه انصار السنه ذاته. خلاص؟ لانه هسه ابو بكر اداب ده، او انا بسميه ابو بكر اداب لانه زول درست اداب و لاحقا عرفت. الاوضاع الان مأساويه، انت ما تتكلم عن الوضع الاقتصادي الراهن ده، التشرذم الاجتماعي الموجود في الدوله دي. اتكلم عن الانفاق المظلمه اللي قاعد يعيشها الدوله، اتكلم عن الاصلاح الموجود في القصر الجمهوري ده ما جنبك هنا. انا ما اعرف الاصلاح ده بالنسبه لكم انتوا شنو يعني؟ ما اجي اغيم يا زول، الموضوع ده موضوع بتاع اصلاح، الاصلاح ده يبتدي من القصر الجمهوري ده انا شايف. ما انت ما في مرة الصينة. طيب، فيما يختص الصراع بين الصوفية والسلفيين، انا بعتبره هو صراع اشبه بصراع الغيط والفر، وصراع غيط وفار. يعني انا بالنسبه لي ما عندي اختلاف مع صار السنه، ولا عندي اختلاف مع الصوفيه بالمناسبه في انه يمشوا امريكا او ما يمشوا. اتكلم عن الوضع الراهنه، الاصلاح السياسي، الاصلاح الاقتصادي، واذا اتاحت الفرصه، اذا كان في فرصه للسلف انه حكم الدوله دي، وين المشروع اللي بيقدر يحكم الدوله دي؟ الشرع الان في الدوله السودانيه دي قبل انفصال جنوب السودان في مشاكل، انت بتتعامل مع المشاكل دي كيف؟ خلاص؟ الان في صراعات موجوده في السودان ده، في سواء كان في الغرب، في الشرق، في الجنوب، انت بتتعامل معها كيف؟ ما الموضوع ما موضوع غازي يا زلمه، ما تتكلم بري انت. خلاص؟ الازمات، الناس تناقش الازمات، في ازمات في الدوله دي الناس تناقشها. بعد ذلك نحن ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا شايف دي ماكسيموم، كفاية الآية دي بتكفي، إنه القرآن الكريم ده ربنا محافظ عليه. بعدين يا أخي أنتوا ما تجي الموضوع أنا في مسرح يا زول، المسرحيين اللي قاعد تمارسوها دي ما تمارسوها هنا، دي الضحك ده ما قاعد أعبر عن حقائق بالمناسبة. ما تضحك على أساس إنك ده تهود الحديث. في ضابط مع منصة بيتكلم بيرد لي. خلاص؟ الهزل المسرحي ده الناس بطرد يتجاوزون، صار سنه يتجاوزوا المسرحيه قاعدين يمارسوا فيها دي، ضحكوا في المنبر ده منبر، انا بعتبر ده منبر ده مفترض يناقش الوضع الراهن. ما الموضوع ما مرتبط بصراع بتاع صوفيه وكذا. في الام، في جراحات في السودان ده تناقشها. خلاص؟ النص اذا كان الحديث والله القرانيه هي ما بتمثل، يعني انت ما بتتعامل مع الناس يعني انا ممكن تلقاني في المواصلات تقول لي اغوراني. الاصلاح الاجتماعي انت رؤيتك له شنو؟ الصراع دي انت بتعالج الالام دي كيف في الدوله دي؟ خلاص؟ طيب، في جزئيه ثانيه بتتعلق بمفهوم الحكم. الحكمي حكم الدوله السودانيه ده، اذا افترضنا ان السلف ده الان هو بيفتكر انه سفر الصوفية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو تهديد غير مباشر أو غير مباشر لجماعة أنصار السنة أو السلفيين عموما في إنه كيف يتمددوا يعني. وأنا أنا ما أعرف، لكن الإنسان بيتعامل ويبغى للفطرة بتاعته. الفطرة هي قاعدة تحدد مسار الإنسان في الحياة دي. خلاص؟ بمعنى يعني في أشياء، يعني أنت بتتكلم عن قبل عن نموذج في أسرة سودانية، بقول لك انت تكلمت عنها وقر، قلت الزول ده قال متشدد وانه ما بصافح بنات عمه كده. انا شايف في حاجات دي يعني
ما ما يعني وسطية هي في وسطية يعني أنت فيها شيء ما بصورة غاضعة تتعامل معي بنص غراري وإذا وتظل تظل الضحك ده لكم من دول المناسبة أنت حتظل جماعة كده مغوغة حول نفسها بس بالمناسبة أنا إذا أنت بتتعامل بالاستفزازية دي وكذا أنا شايف هسه الآن الأنظمة الحاكمة السودان من 56 ما بعد خروج الإنجليز تاريخ اليوم ده ما جلس الحاكمة الدولة دي أنت ما تسأل السؤال زي ده خلاص إذا كان عندك برنامج إصلاحي أو أنت قدرت تنفذ أنت عارف النظام الإسلامي ده أنا في السعودية مشكك إنه ما قاعد تنفذ الإسلام السعودية السعودية ذاتها هي أكبر منطقة بتاعت فساد ومنطقة بتاعت فوضى يا زول ما تضحك يا زول أنا متأكد من الكلام ده يا زول مشان ما تقعد تضحك وساكت وأنت الضحك ده بتفتكروا دي شماعة بالمناسبة ما الموضوع ده متجاوز ضحككم ذاته أنا أتكلم عن إصلاح السلفي الإصلاح السلفي في السودان ده بتم كيف؟ في ظل الاختناقات والتغوغ على الخطابي الأشبه إنه هو صراع بتاع توم أند جيري بس نبز وضحك وهتر وجغم وبتيخ وكلام فاضي شكرا لأنصار السنة الحمد لله رب العالمين بالنسبة للشاب اللي أسارة أنا أتناول الرد عليها بسرعة إن شاء الله تعالى أولا مسألة قال كيف تتعامل مع الوضع في السودان اليوم مع الأزمة اللي هو بسميها أزمة عرقية أو أزمة مالية أو غيرها أقول يا أخواننا ما في أحد بينكر اليوم ما بلغ السودان من من إشكالات عرقية في إشكالات زي دي موجودة والآن الزول لو بحث في الأمور دي بيلقى إنه في خطر ده بواجه السودان من حيث المنتشرة دي ليلة وماشى لقدام يعني طيب العلاج بتاعها في يقيني ما بيكون إلا بالدين الإسلامي أبداً العرقيات لا تعالج إلا بالشريعة الإسلامية لأن الإسلام يقوم على أن الإنسان يحترم والإنسان يوقر باعتبار دينه وأصلا ما في تفرقة بين إنسان والآخر بسبب العرق أبدا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم لآدم وآدم من تراب ولما خلق آدم عليه السلام ربنا خلقوا من قبضة من جميع أنحاء الأرض من الأراضي الحمراء والأراضي البيضاء والأراضي السوداء قال فجاءت ذريته منهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم بين ذلك ومنهم الشديد ومنهم الهين ومنهم بين ذلك فالناس مختلفين في أعراقهم وفي ألسنتهم ومختلفين في أفهامهم لكن الإسلام بألف بيناتهم كلهم شوف كيف الإسلام ألف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ألف بين ناس مختلفين في أعراقهم وفي جنسياتهم كانوا على قلب رجل واحد أبو بكر الصديق رضي الله عنه من العرب من قريش النبي عليه الصلاة والسلام من قريش كويس بلال رضي الله عنه من الحبشة سلمان فارسي من الفرس دي الجهة إيران وغيرها كويس صهيب رضي الله عنه من الروم الروم دي لأول ناس إيطاليا وين الدول الأوروبية دي كويس دي كلهم ألف بيناتهم الإسلام حتى يوم من الأيام لما أبو ذر رضي الله عنه قال لبلال يا ابن السوداء عيروا بأمه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبو ذر صحابي جليل قال له إنك امرؤ فيك جاهلية جاء أبو ذر رضي الله عنه ووضع عنقه على التراب واعتذر لبلال رضي الله عنه واسترضاه في الكلمة البسيطة اللي قال له شوف الإسلام كيف يعالي الأشياء دي النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر قال لما واحد نادى يا للمهاجرين واحد تاني نادى يا للأنصار قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة صحابة عاشوا في ألفة وفي سلام المهاجرون لما هاجروا من مكة ونزلوا في المدينة استقبلهم الأنصار الواحد بيقسم بيته الاثنين بيدي للمهاجري لو عنده زوجتين بيخيره بيقول له تعال شوف زوجاتي ديل اللي بيعجبك فين شيله زوجاته اثنين يقسم له عشان كده ربنا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف الأشياء العرقية بتعالج بالطريقة دي، يألف بين الناس الإسلام، تجمع بيناتهم التقوى، ويجمع بينهم حب هذا الدين، والزول يفدي بنفسه من أجل هذا الدين ويكرم أخوه ويحترمه ويوقره ويقدره لأنه مسلم وصاحب إيمان وصاحب تقوى. ده اللي بيعالج المشاكل. المشاكل ما بتتعالج بينك تقول لي نقسمها بيناتنا وده نديه كده وده نديه كده وقسموها ودوا ديل، ما بتتعالج كده، إنما بتتعالج بالطريقة الإسلامية. عشان كده في عهد المسلمين في العهود الأولى من خلافة الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بيعرفوا أشياء زي دي، ما كانوا بيعرفوا عرقيات، لكن الليلة نشأت كلها بسبب فعائل الترابي. انت قال العمل منه الزرع العنصرية في البلد دي الترابي، يقلب ديل وحرش ديل لحد ما صارت أمور عاقبتها جميعا عاقبتها الندامة. ونحن بحمد الله كسلفيين والله عندنا كل إنسان على المنهج الحق ومستقيم وعلى التوحيد وعلى الكتاب والسنة نحب ونشيل في راسنا أيا كان عرقه وأيا كانت قبيلته وأيا كانت جئته. ونحن بحمد الله الآن عندنا المتحدثين في المنبر بتاعنا ده هنا أي واحد منهم من جهة براه في السودان، وكلنا بفضل الله متحابين ومتآلفين، ونقدر المسلم ونحترم المسلم أيا كان، وغير كده ما بتتحلى بالدين فقط، والله غير كده ما تتحلى. أمشي قول لي قسمه، قسم زي ما أنت داير، تدده وتقسمه. وهذا يا أخي إيش شغلانة أطماع التقاشنو؟ زول جيت الليلة أديته منصب، أديت ده منصب، بعد شوية بيمرق واحد من أهل داك بقول لك أنا وأهلي وداير أدافع عن حق أهلي، ويمشي بيخش الغابة تديه برضو تقعد تقسم فيها لبتين كده. تتحل بالدين يا أخوانا، تتحل بالدين. عشان كده الإسارات النعرات العنصرية زي دي هي اللي بتأزم البلد، فهمت كلامي؟ طيب بعد ده قال تكون عن الإصلاح، أتكلم وقال عن الإصلاح، والإصلاح يبدأ من الغصر الجمهوري. يا زول أنت لقاك إصلاح يبدأ من الغصر الجمهوري؟ أنت ما بتفهم ولا شنو؟ هو يا تو مصلح اللي صلح كده، خليك من المصلحون من المسلمين، وقائدهم الأعظم هو النبي عليه الصلاة والسلام. ده الإصلاح النموذجي كويس؟ أمسك النماذج بتاعة الإصلاح اللي بتفهمه أنت، إصلاح العلمانيين. حتى العلماني البيجي يبدأ في طريق إصلاح، بيبدأ أول حاجة بيحرش الناس بتحتهب، اشتغل زمن يقلب الناس وكده وأركان وطق طرق طق طق. إنت الليلة لو مقتنع، إنت ده ذاتك لو مقتنع بأنه الإصلاح بيبدأ بالغصر الجمهوري، بتعملوا أركان نقاش ليه؟ بتتكلموا مع الطلبة ليه؟ بتعملوا منشورات وبتلزوا كتب ليه؟ انتوا في النهايه دايرين توصلوا المجتمع ده لمرحله من الفهم زي فهمكم انتوا، عشان بعد شويه المجتمع يكون معاكم في فهمكم ويقلب الحكومه ويتفق معاكم.